شريف، انا عايز اعرف انت ليه بعد ما خدت ثانويه عامه ما كملتش جامعه، سبت فرصه انك انت تخش الجامعه وقعدت سنه كده؟ نفسي اعرف انت كنت بتعمل ايه في السنه دي. بص، انا في السنه اصلا اخر سنه مدرسه ليا، انا كان جالي الفكره الستارت اب بتاعت اللي انا شغال عليها دلوقتي. فاول حاجه جت في بالي ليه ما نديلهاش فرصه وفيها ايه؟ سنه على فكره لو فكرت فيها مقابل البني ادم بيعيش 90 سنه، سنه دي مش وقت كتير قوي. انا قلت ليه ما اديش فرصه للفكره اللي عندي دي. واشتغلت الاول، انا قبل ما طبعا اعمل اللي انا عملته ده كنت وصلت لمرحله معينه في ستارت اب اللي هي كان ناقص لها كام خطوه اخيره. فبقى لي السنه اللي قبليها في المدرسه اشتغلت مع المدرسه اللي انا قاعد بقابل في اصحاب بابايا وناس في الاندستري بقى وميتنجز ومش عارف ايه عشان اتاكد ان الفكره اصلا فيها امل ولا لا، عشان ممكن انا شايفها حلوه وناس تانية مش شايفينها حلوه. بعد بقى كل ده لقيت نفسي في موقف، لا انا ممكن لو اشتغلت على نفسي ادي فرصه للستارت اب دي مقابل انا بس اضحي بسمستر او سنه من الجامعه وانا مش قاعد في البيت. والله ده انا يا دوبك ملاقي ان انا اقعد في البيت. فلقيت الفرصه واخدت خطوه، اخدت ريسك. هي مش يعني مش بخاطر بحاجه، انا الحمد لله مامتي وبابايا صارفين عليا، فانا مش خسران حاجه في الموضوع. لو فشلت بكره هرجع الجامعه عادي، الجامعه على طول موجوده. فالحمد لله لحد دلوقتي نجحت وخلصنا انفستمنت اللي هنبتدي في الموضوع. فيعني لا الحمد لله هي من احلى الخطوات اللي خدتها، ولسه طبعا هرجع للجامعه بعدين، بس هي يعني خطوه ما خسرتش حاجه، بجرب. جالي فكره وقلت اجرب ومشي. ممكن تديني فكره عن الفكره؟ اقول لك ايه الفكره يعني؟ يعني ملامح عندك. هي ببساطه هي ابلكيشن لجروشري شوبينج من سوبر ماركتس، يعني اللي هو حاجه زي اوبر واطلب كده، انك تطلب في ساعتها يجي لك الطلب بتاع جروشريز من سوبر ماركت. ده ببساطه كده. فيها طبعا بقى تفاصيل قد الضحك.